مش عارف من الظهر. كده بتتسجل. مش اوكي. ماشي. شوف، فالغرض الاول من التيست بتاع الجنريتور كاسينكرونس هو ايجاد الفولتج مين ريجوليشن. يبقى المحور الاساسي بتاعنا في المحاضره بتاعت النهارده هو ايجاد الفولتج مين ريجوليشن. في طريقتين عندي في التيست، في طريقه الدايركت لود تيست والاندايركت. الدايركت والاندايركت، ايه الفرق بين الطريقتين؟ فرق بسيط جدا، انه الدايركت لود تيست دي بتستخدم في الريتنج القليله، يعني دايما مثلا اقول لو عندي جنريتور الريتنج بتاعه 5 كيلو فولت امبير، بستخدم الطريقه الدايركت على طول. ايه هي الطريقه الدايركت؟ ان انا بحمله عادي جدا وبقيس الفولتج بتاعي في النو لود وبقيس الفولتج عند الفول لود وبطرح الاثنين من بعض واقسم على الفي، يبقى جبت الفولتج ريجوليشن. يبقى انا في الدايركت ميثود او الدايركت لود ميثود، وهي بتستخدم في الريتنج القليله في الجنريتورز. ليه؟ عشان انا بقرب واعرف اقيس. لكن لو جنريتور عندي السايزنج بتاعه عالي جدا، تمام، ما بعرفش ان انا اعمل ميجر. فالجنريتور طول ما هو 5 كيلو فولت فيما اقل، ممكن اقيس النو لود فولتج والفول لود فولتج، اطرحهم من بعض، اقسمهم على الريتنج فولتج، اضربه في 100 يديني الفولتج ريجوليشن. يبقى دي الدايركت مين ميثود. تمام. الاندايركت ميثود كاتبها لك اهي، فور لارج سايز سينكرونال جنريتور ار يوز تو ديترماين الفولتج ريجوليشن. يبقى انا بستخدم الاندايركت ميثود في اللارج سايز سينكرونال جنريتور، في السايزنج بتاع الجنريتور العاليه الاعلى من 5 كيلو فولت امبير. تمام. طب كام طريقه عندي بحدد بيها الفولتج ريجوليشن، او كام طريقه للتست؟ قال لي اول طريقه عندي اسمها السينكرونايز امبيدنس او السينكرونس امبيدنس ميثود، او اسمها الاي ام اف ميثود. دي اول طريقه، يبقى السينكرونس امبيدنس ميثود او الاي ام اف ميثود. ثاني طريقه عندي الامبير تيرن ميثود، الامبير تيرن ميثود او الام ام اف ميثود، مش الدي اي ام اف، دي اسمها الام ام اف ميثود. ثالث طريقه اسمها الزيرو باور فاكتور، ودي مش هناخدها عشان ضيق الوقت، او اسمها بوتير ميثود. دي الطريقه دي صعبه شويه، تمام، وطويله، يعني هي محتاجه شرح محاضرتين على الاقل وتطبيق عليها. فاحنا هنكتفي بالطريقه اللي فوق دي ودي، واحد واثنين. يبقى عندنا الدايركت وعندنا الاندايركت. الدايركت تستخدم في السايزنج القليل، في الريتنج القليل، والاندايركت من اسمها كده معناها ان انا باستيميت الفولتج، يعني بستنتج الفولتج، ما بقيسش، ما بعملش ميجر. من اسمها اندايركت، يعني انا ما عنديش فولت ميتر واميتر وبقيس الفولت دايركت على طول وهو شغال الجنريتور، لا، انا باستيميت الفولتج النو لود والفول لود، ومنهم بجيب الفولتج ريجوليشن. تمام. حد لي اي سؤال يا جماعه في الجزء اللي فات ده، في الفرق بين الاندايركت والدايركت والريتنج بتاع الدايركت والاندايركت؟ حد لاي سؤال؟ نبدا باول طريقه، السينكرونس امبيدنس ميثود. السينكرونس امبيدنس ميثود، قال لي عندي هنا الفولتج عندي اللي هو على التيرمينال بيساوي الانديوز ام اف الموجوده عندي في الستيتور ماينس الاي في الزد، ماينس، حيث الزد عباره عن ار اي زائد جي اكس اس. جي اكس اس هي السينكرونس رياكتانس، والار اي دي هي الريزيستنس بتاعت الارميتشر، مفيش جديد. تمام. طيب كده. قال لك لو انا استخدمت الابروكسيميتد اكسبريشن فور الاي، يعني حللت الاي اي، حللته للريال والايماجين، اي اي ار كوزاين فاي ناقص اي اي اكس ساين فاي، يبقى الفولتج دروب عندي هجيب الفي هنا الناحيه دي واقول ان هو عباره عن اي اي ماينس في، الاي اي ماينس في بتساوي الحاجات دي كلها. الفولتج ريجوليشن بيبقى زيرو امتى؟ امتى ده يبقى زيرو؟ لما كل الكلام، لما ده يساوي ده، يعني لو انا عندي الفولت سوليوشن بيساوي زيرو، لما الاي ار كوزاين فاي بتساوي الاي اكس ساين فاي، الاي اكس ساين مين فاي، الاثنين دول لو ساووا بعض الفولت ريجوليشن على طول بيساوي ايه؟ بيساوي زيرو. قال لك ازاي اجيب دي كده فكره يعني، او معلومه، الجزء ده كله معلومه بس مش اكتر يعني. طب ازاي اجيب السينكرونس امبيدنس؟ اهو يبقى العنوان بتاعنا السينكرونس امبيدنس ميثود. تمام. الفولتج ريجوليشن لما ده يساوي ده يديني فولتج ريجوليشن زيرو، ده يساوي ده يديني فولتج ريجوليشن زيرو. الاسئله عندك هتيجي لك في الامتحان ام سي كيو، يعني ممكن اسالك سؤال هنا اقول لك امتى الفولتج ريجوليشن بيساوي زيرو في السينكرونس جنريتور ميثود؟ لما الاي ار كوزاين فاي بتساوي الجي اكس اكس ساين اي ساين فاي، لما الاي اكس ساين فاي. طب ازاي اجيب السينكرونس امبيدنس؟ عندك جنريتور، عندي جنريتور، والجنريتور ده الاستيتور بتاعته عايز اجيب له الزد بتاعتها، عايز اجيب الزد بتاعتها، والجنريتور اللي قدامك ده الريتنج بتاعه عالي،
يعني اعلى من 5 كيلو فولت امبير. وقلت لك عن طريق احدى طرق الاندايركت ميثود احسب لي السينكرونس امبيدنس. طب ايه علاقه السينكرونس امبيدنس بالفولت ريجوليشن؟ هتقول لي السينكرونس امبيدنس علاقته بالفولت ريجوليشن ان انا لو جبت السينكرونس امبيدنس ما العلاقه بين الاي والفي اللي هي بتاعه الفولت ريجوليشن فولت دروب. يعني بمجرد ان انا عندي السينكرونس امبيدنس يبقى عندي الفرق بين الاي والفي، بين الاي والفي، يبقى تقدر تجيب الفولت ريجوليشن. طب ازاي ارجع تاني واقول ازاي احسب السينكرونس امبيدنس، كيفيه حساب السينكرونس امبيدنس؟ قال لي هنا هعمل الاوبن سيركت تيست. يبقى اول حاجه اعمل ايه؟ الاوبن سيركت تيست. ليه؟ عشان هي مره بعمل اوبن سيركت تيست ومره بعمل الشورت سيركت تيست، زيها زي الترانسفورمر. لو انت رجعت السنه اللي فاتت انك انت لما طبقت الاوبن سيركت تيست والشورت سيركت تيست في الترانسفورمر قدرت تجيب الايه بتاعت الترانسفورمر. هنا بقى عشان اجيب السينكرونس امبيدنس لازم اعمل اوبن سيركت تيست وشورت سيركت تيست. طب الاوبن سيركت تيست بعمل ازاي؟ ازاي اعملها؟ قال لي كله ركز معايا في الجزئيه اللي جايه دي عشان معتمد عليها المحاضره كلها. في الاوبن سيركت تيست بسيب دايره الاستيتور مفتوحه، يبقى دايره الاستيتور اوبن، وامشي ستيب باي ستيب بالفيلد كارنت اللي هو دايره الروتور الدي سي كارنت، ازوده ستيب باي ستيب بالاي اف، مره ب 5 امبير، مره ب 7 امبير، مره ب 9 امبير، مره ب 12 امبير، مره ب 15 امبير، ودايره الاستيتور اوبن، دايره الاستيتور اوبن، دايره الاستيتور اوبن، واخد قرايات. تمام كده؟ يبقى ناخد قرايات اهو، حيث الاي ايه تتناسب مع الفيلد كارنت اللي هو الاكسايتيشن كارنت، ده اسمه اكسايتيشن كارنت. كل ما بزود الاي اف كل ما الانديوز ام اف في الاستيتور بتزيد لحد ما توصل للساتوريشن. ليه؟ عشان مش هتزيد الى ما لا نهايه. الاي اف ده بيحصل فيه تشبع في المجال، بيحصل فيه تشبع في المجال، فتلاقي الاي اي سبت تقريبا. يبقى الاي اي تتناسب طردي مع الاي اف في حاله اللينير، يعني في حاله في البدايه تفضل كل ما زود الاي اف كل ما الاي تزيد، كل ما تزود الاي اف كل ما الاي تزيد، كل ما زود الاي اف كل ما الاي تزيد لحد ما توصل لحاله الساتوريشن. انكريز ان ستيبس، اغير الاي اف بستيب معينه، تمام، مع تغيير بسيط جدا في الاي اف، عشان اي تغيير في الاي اف بيديني تغيير كبير في الاي. عشان كده بقول لك ستيب صغيره، تمام كده، الاقي انه الاي اف زيادته هي تعني زياده مين؟ زياده الاي. تمام، اهي وادي التجربه، ادي دايره الفيلد، بغير الدي سي سبلاي عن طريق ممكن مقاومه او عن طريق فاريبل دي سي. مقاومه بتحكم في الاي اف، لو انا غيرت الار دي الاي اف ده يتغير. كل مره بقيس الفولتج اللي هو دايره الستيتور اهي، ده الام اف اهي الاي اي، كل مره بقيس مين؟ الفولتج. لحد ودي اسمها الاوبن سيركت كاركترستيك بتاعت الجنريتور. الاوبن سيركت كاركترستيك عباره عن ايه؟ كذا قيمه للاي اف تديني كذا قيمه للاي اي، كذا قيمه للاي اف هنا تديني كذا قيمه للاي اي. لحد دلوقتي في مشكله في الاوبن سيركت تيست؟ سهله جدا. انا ادوك الحته اللي فوق، ايه الحته اللي فوق بس تاني اللي هي بتاعت من اول الاوبن سيركت تيست. انا دي من اول حته انا كله قلته بغير الاي اف تديني تغيير في الاي اي، حيث الاي اي اللي هي الاندوز ام اف الموجوده في الستيتور، الاي اي الانديوزد ام اف الموجوده في الستيتور بتتغير اهي جرادوالي فاريد بالانكريز باي ستيب للاي اف. كل ما غير الاي اف كل ما الاي اي تتغير لحد ما توصل لحاله الساتوريشن. الاي اف ده هل هيزيد الى ما لا نهايه؟ لا. وحتى لو زاد المجال المغناطيسي او المجال الكهربي الموجود هيحصل له تشبع، فالتشبع اللي بيحصل نتيجه الفيلد الموجود عندي في الوسط بيؤدي الى الاي اي ما يزيدش خالص، ما تزيدش نهائي. عشان كده تلاقي الكيرف عندك اهو، الكيرف عندك في الاخر اهو بيفضل انكريزنج انكريزنج انكريزنج، وعند نقطه معينه يحصل له ايه؟ مهما زودت الاي اف الاقي الاي عندي سبتت هنا اهو. ليه؟ عشان كل ما بزود في الاي اف كل ما الفيلد كرنت بيزيد، كل ما يزود الاي اف كل ما الانديوز ام اف للستور بتزيد. لحد هتزيد الى ما لا نهايه؟ هتفضل تزيد كده لحد نقطه انليمتد مثلا؟ لا، هتوصل عند نقطه معينه طبيعي، الطبيعه نفسها الفيزياء، الطبيعه الفيزيائيه للموضوع انك انت عند نقطه معينه الاي مش هتزيد، عند نقطه معينه الاي مش هتزيد،
نتيجة انه التشبع اللي حصل في ايه في المجال الكهربي اللي حوالين الستيت. تمام، ده بالنسبة لمين؟ للاوبن سيركت تيست. للشورت سيركت تيست بنفس الكيفية، تمام، هزود مين؟ الاي اف ستيب باي ستيب، بس هقيس مين هنا؟ الامبير، اللي يهمني الامبير. بعمل شورت سيركت على اطراف الستيتور واقيس الامبير بتاع كل فيزة، هما الثلاثة طبعا ايدنتيكال عشان هعتبره بالانس. تمام، فكل ما زود الاي اف اقيس الامبير، اقيس الامبير اقف امتى؟ لما اوصل للريتنج امبير بتاعي. يبقى انا هنا اهي، ادي الشورت سيركت تيست اهي، خط الى ما لا نهايه، ده لحد ما الجنريتور يتحرق. كل ما بزود الاي اف كل ما التيار ده يزيد، كل ما زود الاي اف كل ما الاي ارميتشر بيزيد، كل ما زود الاي اف كل ما الاي ارميتشر بتزيد. فزياده الاي اف الاي ارميتشر هو بيزيد. فانا عندي على الواي اكسس ده، على الواي اكسس عندي الشورت سيركت كارنت وعندي الاوبن سيركت فولتج الاثنين، واحد ليه كاركترست بالشكل ده اللي هو الاوبن سيركت فولتج، اهو الاوبن سيركت فولت او كاركترست، ودي الشورت سيركت كاركترستك اهي، دي لينير لينير اهي، ودي ايه كيرف لحد ما اوصل لايه حاله الساتوريشن. تمام، في مشكله مع تغيير من هنا الفيلد، مين الفيلد كارنت، مع تغيير الفيلد كارنت لحد دلوقتي نرجع ونقول الطريقه دي كل تفكيري بجيب السينكرونس مين امبيدنس، بجيب السينكرونس امبيدنس، بجيب الزد بتاعت الستيتور، بجيب الزد بتاعت مين؟ اتفضل يا حبيبي عبد الرحمن، ما تقولش ما تقولش دكتور مره واحده كده يعني، يعني ما تحاولش تخضني كده مره واحده. لا لا والله ماشي، بس احنا لسه نشرح شورت سيركت كاركترستك والاوبن سيركت كاركترستك لسه، صح؟ ماشي اوكي ماشي ماشي. طب برضو ازاي بجيب السينكرونس امبيدنس؟ لحد دلوقتي ما خدناش ازاي اجيب السينكرونس امبيدنس. قال لي الاي ايه بيساوي الاي شورت سيركت في زد اس، حيث زد اس عباره عن ايه؟ الاي ايه على الاي شورت سيركت، اهي الاوبن سيركت فولتج على الشورت سيركت كارنت. يبقى الزد اس بتساوي الاوبن سيركت فولتج على الشورت سيركت كارنت. لما يوصل عندي لما اوصل لقيمه الاوبن سيركت فولتج والشورت سيركت كارنت تقريبا بالتقريب حسبت الزد اس، حسبت مين؟ الزد اس. يبقى بقسم الاوبن سيركت فولتج على الاي شورت سيركت يديني الزد اس. طب مش الزد اس دي عباره عن ار اي زائد جي اكس اس؟ يبقى انا عايز الار وعايز الاكس، عايز افصلها. قال لي علشان اجيب ديترماين السينكرونس عشان اجيب الاكس اس اجيبها ازاي؟ عشان اجيب الاكس اس من الزد دي اجيبها ازاي؟ انت عندك الزد عايز تجيب الار وعايز تجيب الاكس، تجيبهم ازاي؟ قال لي سهله جدا. قال لي ايه رايك لو انا طبقت دي سي فولتج على الكويل، يعني جيت هنا على الكويل بتاع الستيتور اهي وطبقت الاكس فولتج. الصوت يا عبد الرحمن ما اعرفش هو مقفول عندي، بس مش هو مش من عندي الصوت ده. تمام، فقال لي هعمل ايه لما اجي هنا، لما اجي هنا واسلط على الستيتور دي سي صغير قوي، قيمه دي سي صغيره، ايه اللي يحصل عندي هنا على الستيتور؟ جيت مسكت ملفات الستيتور وطبقت عليها دي سي فولتج لوان فيز، لوان فيز، ايه اللي يحصل عندي؟ هل هيبقى في رياكتانس؟ هل لما اطبق دي سي سورس على الارميتشر او على دايره الستيتور هل هيبقى في عندي رياكتانس من الدي سي؟ انا مش مهندسين، اكيد لا اكيد لا، اكيد لا، ما عنديش رياكتانس طالما في دي سي. يبقى انت رحت مسكت ملفات الستيتور سواء متوصلين دلتا او ستار، انا باخد فيزا واحده بس، سواء دلتا او ستار، سواء دلتا او ستار، تمام، بروح اخد طرفين منها واسلط عليها دي سي. فلما اقسم الفولتج بتاع الدي سي والكرنت بتاع الدي سي يديني هنا الدي سي ريزيستنس، يبقى الار مين؟ دي سي، ودي الريزيستنس دي بتاعت الارميتشر للسينكرونس جنريتور. يبقى انا كده حسبت الار دي سي. طيب هل الار دي سي دي مقاومه الفيزا الواحده؟ كل ده هرجع تاني واقول ان بحسب السينكرونس امبيدنس حسبتها
هنا بحسب الامبيدنس الار بتاعتها بكام والاكس بتاعتها بكام. فجيت عشان احسب الار رحت سلطت دي سي فولتج على دايره الارميتشر وقست الكرنت والفولتج وقسمتهم على بعض الدي سي على الدي سي فاداني الار دي سي. فالار دي سي دي هل هي نفس الار بتاعه الارميتشر؟ هل الار دي سي بتاعه الكويل هي نفس الار اي سي؟ حد عنده اجابه يا جماعه؟ لا لو انا عندي كويل وسلطت عليه دي سي وسلطت عليه ايه دي سي، هل الريزيستنس اللي استها من اختبار الدي سي ده هي نفس الريزيستنس الموجوده لو انا اختبرت عليها اي سي؟ هي دكتور هي الاختلاف ان الكويل بيبقى مين بيتكلم ده؟ مين اللي بيتكلم ده؟ صوتك مش باين خالص يا ابني. ايه يا دكتور؟ لا مش سامع. لا برضو مش سامع. برضو مش سامع. سمعني كده كويس يا دكتور؟ لا صوتك في تداخل كده. طب ماشي كمل يا دكتور عبال ما احل المشكله دي. ايه؟ في مشكله صغيره لا ارجع بس ما انا هكمل طبعا ما انا هكمل. الار دي سي يا جماعه اللي لو انت عندك كويل، لو انت عندك كويل ورحت سلطت عليه اي سي، سلطت عليه ايه اي سي، فقست الفولتج على الكرنت بتاع الاي سي هيديك امبيدنس مش هيديك ريزيستنس. الامبيدنس بتاعت الكويل دي عباره عن اكس وار تمام. طب رحت سلطت عليه دي سي صغير قيمه دي سي عشان ما يحصلوش شورت سيركت، هصغر قيمه الدي سي قوي، الدي سي ما فيش اكس، فروحت قسمت الفولت على التيار فطلع لي المقاومه بتاعت الكويل نفسه مقاومه الاسلاك. هل المقاومه دي هي نفس المقاومه الموجوده في الاي سي؟ مش المفروض تساوي بعض؟ اه المفروض تساوي نفس الجزء الريال في الـ لا طبعا مش هي هي. لا هو دكتور ليه مش هي هي؟ بص يا جماعه انا الاسبوع اللي فات شرحت لكم، انتوا ولا سنه رابعه، انتوا ولا سنه رابعه، انتوا شرحت لكم قلت لكم يا جماعه في حاجه اسمها ظاهره السكين افكت، انه الكوندكتور نفسه في الدي سي بيشيل تيار اعلى في الاي سي عشان التيار بتاع الاي سي بيمشي على سطح الكوندكتور، تيار الدي سي بيمشي جوه عظم الكوندكتور، فالتيار هنا كبير مش صغير. في اختبار الدي سي، في اختبار الدي سي الاقي الملف بيشيل تيار اكتر من تياره عشان التيار بيتغلغل جوه السلك نفسه مش على السطح بره بس، فلما ده يزيد المقاومه بتاعت الدي سي بتبقى اقل من مقاومه الاي سي. عشان كده بضربها في كام هنا؟ بضربها في 1.25 لـ 1.75. يبقى لو انا عملت اختبار لاي ملفات في الدي سي بطلع ريزيستنس دي سي اضربها في 1.25 أو 1.5، يعني بضربها في رقم بتوين 1.25 لـ 1.75 على حسب الريتنج تمام، تديني الار بتاعت كان انا عملت عليها اختبار الاي سي. السبب انه تيار الدي سي بيبقى اعلى من تيار الاي سي في نفس الملف عشان تيار الدي سي بيبقى جوه عظم السلك نفسه، لكن تيار الاي سي بيبقى على السطح بره بس، فلما التيار ده يزيد المقاومه دي تقل، فما تدينيش نفس المقاومه بتاعت الاي سي فاروح اضربها في 1.25 مثلا، فكده انا جبت المقاومه ايه؟ يعني بقول الاكشوال ريزيستنس بتاعت الارميتشر في السينكرونس جنريتور 1.25 لـ 1.75 تايمز 2 دي سي ريزيستنس. ليه؟ عشان ظاهره السكين افكت. عشان ظاهرة مين؟ السكين افكت. لحد دلوقتي في مشكلة؟ أنا قلتها لكم أنتوا الأسبوع اللي فات بتاعت السكين افكت دي، أنا فاكر. أه يا دكتور قلتها لنا. أه يا دكتور لينا إحنا. أه فجبت الآر، طب مش أنت عندك الإمبيدنس؟ بس قبل الآر سوري قبل الآر أنت جبت خاص الآر بتاعت الإي سي، الآر دي مش ممكن يبقى متوصل لستار أو دلتا؟ مش ممكن يبقى متوصل لستار أو دلتا؟ قال لي لازم اضربها في 3 على 2 كايكوفلنت لو هي متوصله دلتا، اقسمها على 2 لو هي متوصله مين ستار، اقسمها على 2 لو هي متوصله ستار، اضربها في 3 على 2 لو هي متوصله في ايه كايكوفلنت سيركت، كايكوفلنت يا جماعه سيركت، ومنها بحسب مين الاكس، ومنها بحسب ايه الاكس. يبقى انا كده عندي ايه؟ عندي الاكس وعندي الار، يبقى عندي وعندي الزد، يبقى جبت السينكرونس امبيدنس. ارجع تاني من الاول خالص اهو اهو ديترماين اوف السينكرونس امبيدنس. الاوبن سيركت تيست عباره عن ايه؟ بعمل دايره الستيتور اوبن واغير في الفيلد كرنت،
افضل غير في الفيلد كرنت، افضل غير في الفيلد كرنت، كل ما غير الفيلد كرنت كل ما يديني قيم مختلفه للاي، كل ما غير الفيلد كرنت اروح اقيس الفولتج على الارميتشر بره على اطراف الارميتشر الاقيه بيتغير لحد نقطه معينه بيحصل له ساتوريشن. تمام، ارسم العلاقه دي اهي، العلاقه دي اسمها الاوبن سيركت كاركترستيك بتاعه الجنريتور. نفس الكلام هعمله في الشورت، بس كل مره هقيس الامبير هرسم الاي فيلد مع الشورت سيركت كرنت اهو. دول اتنين اكسس يا جماعه، دول اتنين اكسس، واحد للكرنت وواحد للفولت، وارسم العلاقه دي. يبقى عندي الاوبن سيركت كاركترستيك بتاعه السينكرون جنريتور وعندي الشورت سيركت كاركترستيك بتاعه السينكرون جنريتور. تمام، طيب لحد دلوقتي تمام. من الاي شورت سيركت والاي اي مع كتر النتائج هاخد الافريج، هجيب الزد اس، هاخد الافريج اهو، الخط ده معنى الافريج المتوسط. تمام، هاخد كذا قيمه كل مره احسب الزد اس، كل مره احسب الزد اس وبعدين اخد ارسم الزد اس هنا واخد لها متوسط. تمام، طب رسمت الزد اس، ما هو كل مره الاي اي والاي شورت سيركت ليها زد اس، الاي اي والاي شورت سيركت ليها زد اس، الاي اي والاي شورت سيركت ليها زد اس، يبقى الاي اف هو يتغير، يبقى الزد اس هتتغير، ومنها بحسب قيمه الزد اس. طب زد اس دي عندك عباره عن ار زائد جي اكس اس، السينكرونس امبيدانس عباره عن ار زائد جي اكس، هحسب الار عن طريق الدي سي تيست واحسب الاكس عن طريق الجزء التربيع. حد لي اي مشكله يا جماعه؟ حد لي اي مشكله في الموضوع ده؟ طب في ملحوظه مهمه جدا، حاجه اسمها الشورت سيركت ريشيو، حاجه اسمها الشورت سيركت ريشيو. ايه الشورت سيركت ريشيو دي؟ كله يركز معايا في المعلومه اللي جايه دلوقتي. ما هي الشورت سيركت ريشيو؟ قال لي في حاجه اسمها اي اف 1. ايه هو الاي اف 1 ده؟ قال لي اللي عنده بيديني الفي اوبن سيركت. يعني انا بغير في الاي اف، اغير في الاي اف، اغير في الاي اف، اغير، اول ما يديني الاوبن سيركت فولتج يبقى ده اسمه اي اف 1. طب ايه هو الاي اف 2؟ قال الاي اف 2 ده طول ما انا بغير في الاي اف، طول ما بغير في الاي اف عنده بيحصل الريتنج كرنت، يعني الاقي فيه في الاستيتور ماشي ريتد كرنت. الجنريتور ده مثلا وليكن 100 امبير، يبقى افضل اغير في الاي اف واعمل له شورت سيركت لحد ما يوصل 100 امبير بالظبط واقف، يبقى عندي اي اف 1 واي اف 2. معلومه مهمه جدا، مش عشان اهميت، عشان مبني عليها حاجات كتير دلوقتي. ايه هو الاي اف 1؟ الاي اف 1 قيمه للفيلد كرنت بتاعه الروتور عندها بيحدث الاوبن سيركت فولتج. طب ايه الاي اف 2؟ وانا بغير في الاي اف اول ما الستيتور عندي يوصل للريتنج الاقي، اول ما الستيتور عندي يوصل للريتنج الاقي قيمه الاي اف عندي اسمها اي اف 2. يبقى عندي اي اف 1 وعنده اي اف 2. تمام، طبعا احنا قلنا الدبل اكسس ده كده هنشوفه في المسائل دلوقتي. ده الدبل اكسس، مره يمثل الشورت سيركت كرنت ومره يمثل الاوبن فولتج. تمام، رسمت الاوبن سيركت كاركترستكس بتاعتي ورسمت الشورت سيركت كاركترستكس بتاعتي. عند اي اف 1 يديني الفي اوبن سيركت، عند الاي اف 2 يديني الريتن كرنت. تمام، طيب بالحساب المثلثات، شايفين يا جماعه المثلث ده اهو، والطول ده اهو اللي هو الاي اي والدي سي، ده كده شايفين المثلث ده اهو، الصوت يا جماعه تمام. قال لك الشورت سيركت ريشيو عباره عن اي اف 1 على اي اف 2، اي اف 1 ده على اي اف 2. طب لو جبتها بالحساب المثلثات اجيبها ازاي؟ الاي اف 1 عباره عن او اي اهو، او اي. طب والاي اف 2 عباره عن ايه؟ او دي، اهي او دي. او ممكن اقول ايه؟ الاي اي، الاي اي على الدي سي، الدي سي المسافه دي على المسافه دي. المثلث ده قائم الزاويه، يعني ده على ده بيساوي ده على ده. طب حساب مثلثات،
تمام، او الاي اي الاي اي على الاي بي على الاي بي. سيبك من الاخيره دي، خليك في دي وخليك في دي. تمام، قال لي وير الاي بي والاي اي البير يونت فولتج في الاوبن سيركت والشورت سيركت ايه كارنت. ده اسمه الشورت سيركت ريشيو، يبقى الشورت سيركت وده بيساوي واحد على اكس اس. ده بيساوي واحد على مين يا جماعه؟ على اكس اس. ده بيساوي واحد على مين؟ على اكس اس. ممكن ده تلاقيه مطلوب في اي مساله، الشورت سيركت ريشيو. الشورت سيركت ريشيو هو عباره عن الاوبن سيركت فولتج على الشورت سيركت كارنت كورسبوندينج الشورت سيركت كارنت. اهي كورسبوندينج يعني عندي نفس النقطه عندها، عند اي اف 1 والاي اف 2 اقسم اي اف 1 على اي اف 2 يديني الاس سي ار وهي الشورت سيركت ريشيو. ده اكزامبل، ده اكزامبل. الاكزامبل ده بيقول لي ايه؟ بيقول عندي 3 فيز ستار كونكتد 1200 كيلو فولت امبير، 1200 كيلو فولت امبير مع 3300 فولتج 50 هرتز سينكرونال جنريتور، والارميتشر ريزيستنس عندك بربع، والفيلد كارنت عندك 40 امبير، الشورت سيركت كارنت عندك 200 امبير، والاوبن سيركت فولتج عندك او ام اف 1100 فولت بين اللاينز، يعني لاين تو لاين. كالكوليتر الفولتج ريجوليشن عند 8/10، يعني اكزامبل تطبيقي بنسبة 100% على الموضوع اللي فات. هروح اقول له الريتنج باور عندي اهي اللي هي 1200 كيلو فولت امبير، حسبت التيرمينال فولتج لاين وهو ستار كونكتد، الارميتشر ريزيستنس، والفيلد كارنت عندي 40 امبير، والشورت سيركت كارنت عندي 200. هقسم ده على جزء 3 عشان اجيب الفيز. ليه احنا هنشتغل فيز؟ عشان مديني ار، فلما مديك بارامترز يبقى لازم اشتغل فيز. الزد اس الاوبن سيركت على الشورت سيركت اهي. طب الاكس عباره عن جزء تربيعي، ده تربيعي ناقص ده تربيعي اهي. اللود كارنت عباره عن الباور على جزء 3 في الفولتج، ادي اللود كارنت اهو. قسمت التيرمينال فولتج على جزء 3، ادي الباور فاكتور، حسبت الفولتج ريجوليشن، مفيش اي حاجه خالص. تطبيق مباشر على حساب الفولتج ريجوليشن. حد لاي سؤال في البي دي اف الاولى دي؟ عيدها تاني بسرعه باشمهندسين. حد لاي سؤال؟ هقولها بسرعه تاني. انا عندي طريقتين عندي لحساب الفولتج ريجوليشن، او بمعنى اصح في طريقتين للتست. في طريقتين لمين؟ للتست. واحده اوبن سيركت تيست، سوري واحده دايركت لود تيست، وواحده اندايركت. الدايركت دي سهله. يعني ايه دايركت؟ يعني على طول اقيس، اروح ادخل باجهزتي واروح اقيس الفولتج في اللود، الفولتج في الفول لود، اطرح ده من ده، اقسم على الريتنج في 100 يديني فولتج ريجوليشن، خلاص الموضوع انتهى. بس الريتنج هنا بيحكمني اقل من 5 كيلو فولت امبير. دي الطريقه الدايركت. الطريقه الدايركت في اللود تيست هي قياس مباشر للفي والاي للاوبن سيركت تيست والاوبن سيركت فولتج واللود فولتج، واطرحهم من بعض يديني فولتج ريجوليشن. تمام، ده بالنسبه للدايركت. الان دايركت بقى دي بستخدم طرق استيميشن او طرق بجيب بيها الريجوليشن، وعندي كام طريقه؟ عندي ثلاث طرق، في طريقتين هناخدهم النهارده، والطريقه دي ملغيه مش هديها لكم، اللي هي البوتير دي، دي محتاجه وقت ومحتاجه فهم ومحتاجه تطبيق كمان. عايز اخلص المحاضره بسرعه عشان ندخل في جزئيه عملي، عايز اخلص المحاضره بسرعه عشان هندخل في العملي بتاع الجزئيه دي، بتاع الجزئيه المحاضره بتاعت النهارده. السينكرونس امبيدنس ميثود، يعني ازاي انت بحصولك على السينكرونس امبيدنس يبقى عندك الفولتج ريجوليشن. اسمها كده سينكرونس امبيدنس ميثود. دي معناها انه هل لو عندك السينكرونس امبيدنس زد اس لو عندك هيبقى عندك الفولتج ريجوليشن؟ اه عندي. ايه ايه مفهومك للفولتج ريجوليشن عباره عن ايه؟ مش ده فولتج دروب يا جماعه؟ الاندوز ام اف ناقص الفولتج تيرمينال، مش ده فولتج دروب عباره عن اي في زد؟ يبقى لو عندي الزد يبقى عندك الفولتج دروب ده، يبقى جبت الفولتج ريجوليشن. دي اسمها السينكرونس امبيدنس ميثود. الطريقه الثانيه دي محتاجه تفكير ولازم تبقى مذاكر الارميتشر رياكشن، الطريقه اللي هناخدها دلوقتي دي.
السينكرونس امبيدانس ميثود قال لي بجيبها عن طريق ايه او بشتغلها عن طريق ايه؟ قال لي هنا عشان اجيب الامبيدانس بجيبها من اوبن سيركت، بفضل اغير في الفيلد كرنت، بفضل اغير في الفيلد كرنت واحصل على قيم مختلفه للانديوز ام اف على الستيتور. كل ما غير الفيلد كل ما الاي بتزيد، كل ما تزيد الاي اي اف كل ما الاي بتزيد لحد ما احصل على 10 12 نقطه عندها الاي اف. كل ما يزيد ده يحصل له ساتوريشن مش هيزيد تاني، المجال الكهربي اللي حوالين الاستيتور تشبع، فالانديوز ام اف الموجوده في الاستيتور اللي هي بتيجي من المجال الكهربي خلاص مش هتزيد تاني. عشان كده الكيرف اصبح بالشكل ده اهو، اهو الكيرف عندك اصبح مين بالشكل ده. بعد ما عملت الاوبن سيركت يبقى طالما في اوبن سيركت يبقى لازم يكون في شورت سيركت. الشورت سيركت بنفس الكافيه بالظبط، بس كل ما غير الفيلد كرنت كل ما اخد قرايه الامبير على الارميتشر. الارميتشر دايره الاستيتور، كل ما غير الفيلد كرنت كل ما اخد امبير على مين على الارميتشر طلع لي خط مستقيم. سميت ده الاوبن سيركت كاركترست بتاعتي وده الشورت سيركت كاركترست. تمام، من كذا قرايه للاوبن وكذا قرايه للشورت اروح اقسم الاي اي على الاي شورت سيركت، الاوبن سيركت فولتج على الشورت سيركت كرنت، جبت الزد دي اس، جبت المتوسط بتاع الزد دي اس. يعني ايه متوسط؟ يعني انا عندي كذا قرايه للاي وكذا قرايه للاي، عندي كذا قرايه للاي اف. يعني كل ما غير الاي اف ده اهي، اغير الاي اف يديني قيمه للاي وقيمه للاي، اغير الاي اف يديني قيمه للاي وقيمه للاي، اغير الاي اف يديني قيمه للاي وقيمه للاي هنا على النقطه دي، اغير الاي اف يديني قيمه للاي وقيمه للاي. من كذا قيمه للاي وكذا قيمه للاي يديني كذا قيمه للزد دي اس. اروح ارسمها اهو، ارسم الزد دي اس عند اي اف اهو، نقطه للزد دي اس، نقطه للزد دي اس، نقطه للزد دي اس، يبقى رسمت كيرف اسمه زد دي اس. هجيب المتوسط بتاعها، يبقى جبت انا الزد دي اس. طب الزد دي اس دي جزئين ار واكس، ار بتاعت الارميتشر ار اي، واكس اس اللي هي السينكرونس رياكتانس. قال لي عشان اجيب الرياكتانس، عشان اجيب الرياكتانس لازم احسب الريزيستنس الاول. الريزيستنس بجيبها باختبار الدي سي، اروح اطبق فولت دايره الارميتشر يطلع لي قيمه الريزيستنس. قيمه الريزيستنس دي لها دايره مكافئه في الستار والدلتا، اقسمها على 2 دي الستار، اضربها في 3 على 2 دي ايه الار بتاعت الدلتا. بعد ما اجيب الار دي سي والار دي سي في الستار والدلتا لازم اضربها في 1 وربع او 1 ونص او 1 7، يعني لازم اضربها في معامل تصحيح عشان دي ار دي سي جايه من اختبار الدي سي اقل من الار في كونها اي سي. طب دكتور بعد اذنك اتفضل يا حبيبي. هو انا بضرب في اي رقم ما بين الرقمين دول؟ انا على حسب الريتنج، على حسب الريتنج هندسه، على حسب الجيفن. يعني انا لو في الامتحان او في اي مرجع او في اي معمل او في اي مكان بيقول لك خلي بالك معامل التصحيح في الدايره دي 1.4 تمام، هو متحدد جداول وكتالوجات بتحدد لك عند كذا ريت كل ريتنج هندسه. يعني انا مثلا لما اجيب ار دي سي في المعمل غير لما اجيبها في الكريمات، لما اجيب الار دي سي موجوده في ملف صغير قد كده غير لما اجيبها في ملف كبير قوي. فالريتنج هو اللي بيحدد لك الرقم بتاع معامل التصحيح. تمام تمام. فبعد ما جبت الار اجيب عادي جدا الاكس، الجذر التربيعي للزد ناقص اي ار. تمام، ما هو الشورت سيركت ريشيو؟ قلت لك في عندك 2 اي اف، اي اف بيديني الاوبن سيركت فولتج واي اف بيديني الاي ريتد. يعني انت وانت بتغير الاي اف حصل وحصلت على الفي اوبن سيركت، والاي اف الثانيه جابت لك الاي ريتنج. الاي اف 1 على الاي اف 2 دي اسمها الشورت سيركت ريشيو، ودي مهمه جدا يا جماعه، ودي محل سؤال في الامتحان سواء في الام سي كيو او في اي مساله. ممكن اطلب منك ما هي قيمه الشورت سيركت ريشيو، قيمه الشورت سيركت ريشيو كام في المساله دي، او مديك داتا معينه قلت لك احسب لي الشورت سيركت ريشيو، والمساله دي تعود مباشر. اعيد المحاضره تاني يا جماعه، مش محاضره، اعيد البي دي اف دي تاني. حد لي اي سؤال يا جماعه فيها؟ نبدا في موضوع اخر موضوع في التست اللي احنا قلنا احنا طريقتين للاندايركت. اول طريقه اسمها سينكرونس امبيدانس ميثود، ثاني طريقه الامبير تير ميثود. وكله يركز معايا عشان الطريقه دي
مش هتفهمها من اول مره. الطريقه دي عايزه تركيز قوي، ودي طبعا يعني 99% انا هجيب منها في الامتحان. الامبير 10 ميثود في الميدتيرم وفاينل. الامبير 10 ميثود او الام ام اف ميثود معتمده اعتماد كلي وجزئي على الارميتشر رياكشن، واحده واحده، وكله ركز معايا بشانسين عشان الطريقه دي لو فهمتها هتبقى تافهه جدا، لو ما فهمتهاش لو اتنططت مش هتفهمها. يبقى الامبير 10 ميثود هي طريقه معتمده اهي الارميتشر رياكشن، بتعتمد على الارميتشر ايه رياكشن. احنا خدنا في الارميتشر رياكشن مبدئيا قبل ما اشرح الارميتشر رياكشن او قبل ما ارجع لها تاني عشان تو ديترماين الفولت ريجوليشن للسينكرونس جنريتور عن طريق الام ام اف ميثودز او الامبير 10 ميثودز. The following information is required. لازم يكون عندك المعلومات دي، لازم عشان ادخل في الطريقه دي لازم يكون عندك الريزيستنس بتاعه الستيتور جيفن. دي اول حاجه. يبقى عشان ادخل على الام ام اف ميثود او الامبير 10 ميثود في ايجاد الفولتج ريجوليشن للماشينز الهاي ريتنج، لازم عشان اعمل الاختبار ده لازم يكون عندي الريزيستنس جيفن، او يقول لي مهمله ويريحني، لازم تكون عندك الريزيستنس بتاعت الستيتور او الارميتشر جيفن. ما الستيتور هو الارميتشر، دي اول حاجه. الحاجه الثانيه لازم يكون عندي الاوبن سيركت كاركترست بتاعت السينكرونس سبيد. ايه هي الاوبن سيركت كاركترست؟ اللي هي دي الكيرف ده. يعني ايه الكيرف ده؟ يعني مديك تغيير الاي اف مع تغيير الفولتج. ارسمه، يكون الرسمه دي عندي. المسألة دي لو جات هتيجي رسم بياني، المسألة دي لو جات هتيجي لك رسم بياني، تمام؟ يبقى لازم يكون عندي تغيير الاي اف وتغيير الفي اوبن سيركت. ثالث حاجة لازم يكون عندي الشورت سيركت كاركترست اللي هو الخط ده اهو، لازم يكون عندي. يعني ايه الخط لازم يكون عندي؟ لازم يكون عندي الداتا بتاعت الشورت سيركت. بمعنى ايه؟ مش هيتضح غير لما نشوفها في اكزامبل. وليكن الاكزامبل ده اهو مديني الفيلد كرنت اهو، ده الفيلد الاي اف بيتغير من 10 ل 50، والاوبن سيركت تيرمينال فولتج بيتغير من 800 ل 2600، والشورت سيركت كرنت هنا ملوش وجود، هنا ملوش وجود، مديك اهو الشورت سيركت وهنا ملوش وجود. يبقى مديك هنا ايه وهنا مديك. بص الارميتشر افكتيف ريزيستنس بير فيز ب 2 من 10. لازم الداتا دي تكون عندي علشان ابدا اطبق طريقه الامبير 10 ميثود، عشان هي مش هتتضح غير باكزامبل. يعني يبقى عندي هنا عشان اقول اطبق الطريقه بتاعه الامبير 10 ميثود دي اهي، لازم يكون عندي لازم يكون عندي الكاركترست بتاعت الاوبن والكاركترست بتاعت الشورت وارسمهم رسم بياني، ويكون عندي قيمه مين هنا؟ قيمه الريزيستنس. لحد دلوقتي في مشكله؟ ما هو الاي اف 1؟ الاي اف 1 عباره عن ايه؟ هو قيمه التيار اللي عنده بتحصل اوبن سيركت. هسأل سؤال هنا، هسأل سؤال هنا مهم جدا، معتمد على النظرية بتاعت الأسبوع اللي فات بتاعت الأرميتشر رياكشن، ومعتمد على موضوع النهاردة. الـ IF1 يا جماعة، احنا قلنا ايه؟ التيار بتاع الفيلد اللي يديني open circuit voltage في حالة الدائرة بتاعت الستيتر open، طبعا ما open circuit. هل يوجد أرميتشر رياكشن هنا؟ هل يوجد قيمة للأرميتشر رياكشن وانا عامل اوبن سيركت لدايره الارميتشر؟ لا، لان ما فيش تيار من الستيتر في الثانيه. ده سؤال، ده يا جماعه سؤال في الامتحان، يعني ده كده انا كاني بسالك في الامتحان، هل في ارميتشر رياكشن في الاوبن سيركت تيست؟ مفيش. الارميتشر رياكشن بيجي ازاي؟ لازم اقفل دايره الستيتر فيمر تيار في دايره الستيتر فيرجع لي بفيلد عكسي على الروتر، على الفيلد الاصلي بتاعي. ما الفيلد الاصلي بتاعي هو الفيلد بتاع الروتر. لما اقول على دايره، لما اقول كلمه فيلد معناها روتر، لما اقول كلمه ارميتشر معناها الستيتور.
فلما يجي بجلاله ادرو الارميتشر اللي هو الستيتور يروح يرجع لي فيلد على دائره الروتور دي اسمها الارميتشر رياكشن. يبقى الارميتشر رياكشن بيجي من قفله الدائره او غلق الدائره بتاعه الستيتور. يبقى في الاوبن سيركت تيست الاي اف 1 هنا بيديني الاوبن سيركت فولتج بس ويزود الارميتشر رياكشن فولتج. ده الاي اف 1 اللي هو ده يا جماعه الاي اف 1. لو انت رجعت انت المفروض كان تدخل محاضره النهارده وانت عارف وحافظ وفاهم الارميتشر رياكشن. الاي اف 1 اهو هو الفيلد كارنت من التست اللي عنده بيحصل اوبن سيركت فولتج وزاوت ارميتشر رياكشن. حد لي سؤال في اللي انا بقوله؟ الاي فيلد واحد هو قيمه للفيلد كارنت وانا بعمل تيست عنده بحصل على قيمه الاوبن سيركت فولتج من الستيتور على الستيتور بس وزاوت الارميتشر رياكشن فولتج. طب ايه هو الاي اف 2 ده؟ الاي اف 2 ده انا قلت لك بتزود الاي اف وبتقرا الاي شورت سيركت اهو. عند اي اف اهو جبت الاي شورت سيركت، عند اي اف ثاني جبت الاي شورت سيركت، عند اي اف ثالث جبت الاي شورت سيركت، عند اي اف رابع رحت جبت الاي شورت سيركت لقيته هو التيار الريتنج اللي مكتوب على عظم الماشين 100 امبير 200 امبير. يعني الماشين اللي قدامك دي 200 امبير، فضلت ازود في الاي فيلد ازود في الاي فيلد لحد ما حصلت على 200 امبير. عند ال 200 امبير بالظبط هسمي ده اي اف 2، عند ال 200 امبير بالظبط عند الريتنج كارنت بسميه اي اف 2. يبقى ما هو الاي اف 1 والاي اف 2 ثاني وثالث ورابع؟ هو قيمه الفيلد كارنت اللي عنده بيبقى اوبن سيركت فولتج وزاوت ارميتشر رياكشن، وده قيمه الفيلد كارنت اللي عنده بيحصل لي الريتنج كارنت بتاعي. لو قسمت الاي اف 1 والاي اف 2 دي اسميها الشورت سيركت ريشيو اللي خدناها من شويه. حد ليه سؤال في الكلام اللي انا بقوله؟ عشان هدخل دلوقتي في حاجه تقيله شويه. حد ليه سؤال في الكلام اللي انا بقوله؟ يبقى عندي اي اف 1 وعندي اي اف 2. عندي اي اف 1 لازم اجيب اي اف 1 من الاوبن سيركت كاركترستيك، ولازم اجيب الاي اف 2 من الشورت سيركت كاركترستيك. لازم اجيب الاي اف 1 من الاوبن سيركت كاركترستيك بتاعتي، ولازم اجيب الاي اف 2 من الشورت سيركت كاركترستيك بتاعتي. طب الاي اف 1 اهو والاي اف 2 بتاع الارميتشر رياكشن اهو، اقدر اجيب الاي اف الكلي، ومن الاي اف الكلي اقدر اجيب الاوبن سيركت فولتج ويز الارميتشر رياكشن. دي الفكره بتاعت الموضوع، انه عندي اي اف 1 قيمه وزاويه، والاي اف 2 هنجيبه دلوقتي قيمه وزاويه، اجمع ده زائد ده يديني الاي اف الكلي. من الاي اف الكلي اطلع الاوبن سيركت اروح اجيب الفي اوبن سيركت اللي هي الاي ويز الارميتشر رياكشن. يبقى جبت الاوبن سيركت فولتج وعندي اللود فولتج، اقدر اجيب الايه الفولتج ريجوليشن. تمام. يبقى خلاصه الموضوع ده كله بيتمحور في انه عندي اثنين فيلد كارنت، واحد الاوبن سيركت فولتج وزاوت ارميتشر رياكشن، والثاني الفيلد كارنت عندي للريتنج كارنت. طب الصفحه دي مهمه جدا جدا جدا، بس عايزين الصفحه بتاعها مركزين معايا يا باشمهندسين؟ اه تمام. بيقول لي هنا ايه؟ واحده واحده وركزوا معايا. الكلام انا اللي قلته من شويه حته اي اف 1 واي اف 2 بيقول لي في الفول لود، تعالى اسف، بيقول لي في الشورت سيركت الفيلد اكزايتيشن اي اف 2، اي اف 2 في الشورت سيركت بيقول لي بيعمل لي في الشورت سيركت يا جماعه، يعني شورت سيركت يعني انت قافل دايره الستيتور عامل لها شورت سيركت. قال لي الامبيدنس فولتج دروب مضافه للارميتشر رياكشن. الامبيدنس فولتج دروب مضافه للارميتشر مين؟ رياكشن. الامبيدنس فولتج دروب مضافه لمين؟ الارميتشر رياكشن. يبقى انا عندي اثنين
فولتج دروب، واحد بتاع الارميتشر رياكشن في الشورت سيركت، وواحد بتاع الايه الامبيدنس دروب. قال لي في الفول لود معروف ان الار صغيره جدا بالنسبه للاكس، طب وانت في الشورت سيركت بتقلل قيمه الفولت قوي عشان تحصل على الكرنت كشورت سيركت، ما ينفعش ابدا بفولت عالي في الشورت سيركت عشان الدنيا ما تتدمرش. فقال لي بقلل الفولت جدا، فقال لي الامبيدنس كفولت دروب عندي كان بي نيجليكتد كلها على بعضيها. السطر الثلاث سطور دول مهمين جدا تفهمهم. يبقى انا بعمل ايه لما بعمل شورت سيركت في الاي اف 2؟ بتعمل شورت سيركت على ايه؟ بعمل شورت سيركت على دايره الارميتشر. فعندي في محصلتين، عندي الشورت سيركت يعني في تيار في الارميتشر، فيبقى عندي ارميتشر رياكشن دي اول حاجه. يبقى الاي اف 2 في ارميتشر رياكشن، ولكن الاي اف 1 لا يوجد به ارميتشر رياكشن عشان اوبن سيركت. نرجع للاي اف 2. الاي اف 2 لو عملت شورت سيركت انا بيبقى في عندي جزئين، واحده للامبيدنس دروب والثانيه للارميتشر رياكشن. الكويلز الموجوده امبيدنس دروب وارميتشر رياكشن. قال لي نتيجه ان الار صغيره جدا بالنسبه للاكس، وانت في الشورت سيركت عندك بتطبق فولت قليل سمول فور لو فولتج. دايما وانا بعمل اختبارات الشورت سيركت سواء في الترانسفورمر او في الموتور او في جنريتور او في اي حاجه، لازم الفولت عندي يقل قوي عشان لو انا عامل شورت، وبالتالي لو انا عليت الفولت الدنيا هتتحرق، التيار هيعلى قوي. انا ببدا بفولت صغير وبزود فيه سنه لحد ما التيار يوصل للريتنج. فكون انه الفولت قليل، فتخيل الفولت قليل عندي مقسوم على التيار، يبقى الامبيدنس دي ليها قيمه؟ ملهاش قيمه خالص. الامبيدنس بتساوي الفولت على التيار، التيار هو هو الريتنج. طب الفولت لما يكون قليل قوي يبقى الامبيدنس مهمل عندي. يبقى الموجود عندك هركز قوي على كلمه ارميتشر رياكشن. يبقى سو امبيدنس دروب كان بي نيجلكتد اند الفيلد ام ام اف تيرنز يوجوالي اوفركم الارميتشر رياكشن بس. عندي الاي اف 2 يبقى الاي اف 2 بتغطي لي الارميتشر مين رياكشن، والاي اف 1 زي ما قلنا من شويه ريبريزنتنج لايه؟ للاوبن سيركت فولتج، للاوبن سيركت ايه فولتج. تمام، يبقى عندي هنا ايه اي اف 1 واي اف 2، تجمعهم تجيب الاي اف. اجمعهم اجيب مين؟ الاي اف. ومن الاي اف ده عن طريق الاوبن سيركت كاركترست عندي اطلع على الرسم البياني واجيب قيمه الفي، اللي منها اجيب الايه الفولتج ايه ريجوليشن. تمام، ده بالنسبه لمين؟ طبعا الاي اللي انا هجيبها مره تبقى لاج ومره تبقى ليد ومره تبقى يونيتي. في اليونيتي بتبقى زاويتها بالظبط 90 بينها وبين الفيلد كارنت، في اللاج تبقى 90 زائد 5، في الليد تبقى 90 ماينس 5، وهنشوف الكلام ده في الاكزامبل. تعال ناخد الاكزامبل ده، ركزوا معايا قوي شانسين عشان الكلام اللي قلته ده كله هيوضح قوي في الاكزامبل ده بالارقام. ناخد اكزامبل بالارقام عشان الدنيا توضح قوي معاك. قال لي هنا كله ركز معايا في الاكزامبل ده بشانسين. قال لي هنا عملت اختبار على سينكرونس جنريتور، عملت اختبار على سينكرونس جنريتور، غيرت الفيلد كارنت 10 15 20 بستيب 5 لحد ما وصلت ل 50، وفي كل مره باخد قرايه للاوبن سيركت فولتج والشورت سيركت كارنت في كل قرايه. يعني لما كان عندي الفيلد كارنت تيار الروتور 10 امبير، قست الفولت الموجود على الارميتشر لقيته 800 فولت. الشورت سيركت كارنت عندي قيمته قد ايه؟ مش مذكوره خالص، صغيره جدا وما تهمنيش. اللي يهمني يا جماعه في الخط ده ليه ثلاث نقط بس؟ ليه خدت ثلاث نقط بس هنا؟ حد يقول لي يا جماعه ليه انا ما خدتش قرايه هنا وقرايه هنا وقرايه هنا وقرايه هنا وقرايه هنا لحد هنا؟ ليه ما خدتش القرايات دي كلها؟ حد عنده اجابه يا جماعه؟ يبقى انا بعمل اختبار للترانسفورمر عشان اجيب الفولتج ريجوليشن، رحت غيرت الفيلد كارنت، ومع تغيير الفيلد كارنت كل تغيير الفيلد كارنت
بحسب الفي اوبن سيركت والاي شورت سيركت. ليه خدت ثلاث قيم بس هنا؟ حد عنده اجابه بشانسين؟ ممكن عشان الاي شورت سيركت مش هيتغير بعد كده بشكل كبير يعني. لا لا لا، عشان الاي شورت سيركت خط هنا، فالثلاث نقط يكفوا انه يرسم لك اي خط. فهمت هندسه؟ اه تمام. يعني هو اخذ ثلاث قيم بس للشورت سيركت عشان الكاركترست بتاعت الشورت سيركت خط مستقيم او خط مائل بمعنى صح، فاي خط مائل الثلاث نقط يكفيني يرسموه، ده زائد نقطه الزيرو كمان. تمام. هو دكتور برضو ممكن يكون زي ما انت بتقول ان الاي اف 2 دي القيمه اللي انا بحصل عندها الشورت سيركت، وانا بس حتى لو صغيره، حتى لو صغيره قيمتها ما بتبقاش اكشوال. دايما الشورت سيركت كارن لما تكون قيمته صغيره ما بيبقاش اكيوريتد. دي اول نقطه، دي النقطه دي عملي شويه، انه قيمه الشورت سيركت لما قيمته تقل ممكن تلاقيها جت هنا في الخط، جت في النقطه دي، وبعدين جت وبعدين النقطه بعد جت هنا، وبعدين النقطه الثالثه جت هنا، وبعدين النقطه الرابعه جت هنا، وبعدين النقطه الخامسه جت هنا. يعني النقط اللي بعد اول نقطتين او ثلاث نقط تلاقيهم جوه على الخط ده. فقيمة الشورت سيركت كارنت هنا مش اكيوريت قوي. دي اول حاجه فيزيائيه من المعمل. ولكن الثلاث نقط دول خدهم ليه في النص؟ ما خدهمش ليه في الاول؟ ما خدهمش في الاول عشان قلت لك مفيش دقه في الاي شورت سيركت في البدايه. خدهم ليه في النص هنا؟ عشان يرسم، عشان الخط المايل ده يكفيني ثلاث نقط. طب ما خدهمش ليه في الاخر هنا؟ عشان هيولع الدنيا، ما ينفعش ناخد قيم هنا في الشورت سيركت اخر 300 امبير، اخر الريتنج بتاعي يعني. هنا هيبقى 900 امبير، هنا 1000 امبير، هتلاقي الجنريتور عندك ولع. يبقى الثلاث نقط دول ما خدهمش في الاول عشان ما بيدونوش الخط المايل بدقه عاليه، وفي نفس الوقت انا يكفيني ثلاث نقط بس. بمعنى اصح انا باخد ثلاث نقط قريبين جدا من الريتنج بتاع الماشين ده من الاخر يعني. يعني بجيبهم حوالين 200 210 250 230 كده يعني، عشان يدوني خط مايل مور اكيوريت. الميل بتاعه هنا ثابت. يبقى ده الاختبار. يبقى واحد جاي يقول لي انا عايز اختبر سينكرونس جنريتور، بس هديك قيم للفيلد كارنت قصادها قيم للاوبن سيركت فولتج، وقصادها ثلاث قيم بس للشورت سيركت كارنت. القيم دي كافيه انك ترسم بيها الاوبن سيركت كاركترستيك والشورت سيركت كاركترستيك بتاعت السينكرونس جنريتور. بس وانت بترسم الشورت الاوبن سيركت كاركترستيك لازم تقسم كله على جهاز ثلاثه، عشان احنا قلنا هنا ايه المساله دي كلها 3 فيز. الفولتج هنا 3 فيز، والباور هنا الالف دي 3 فيز. يبقى الفولتج اللي انا جبته ده كله مديهولك 3 فيز، يبقى لازم اقسم كله ده على جهاز 3 قبل الرسم. وبعد ما اقسم على جهاز اديني القيم دي، ادي قيمه 2 3 4 5 6 7 8 9، هما التسعه دول اهم بس مقسومه على جهاز 3. وعندي الاي فيلد اهو، الاي فيلد من 0 لحد 60، هنا من 0 اهو من 10 ل 50، فاخدته 10 20 30 40 50 لحد 60. رسمت الخط المايل ده ورسمت الكيرف ده. حد عنده مشكله في المعلومه اللي فاتت دي؟ ان انا بيجيني الاوبن سيركت كاركترستيك والشورت سيركت كاركترستيك وتغيير الفيلد كارنت الثلاثه مع بعض برسمهم. ده السكيل بتاع الكارنت، وده السكيل بتاع الفولتج. ده سكيل مختلف على السكيل ده، عشان قلت لك انا عندي هنا دبل اكسس، عندي في الواي اكسس، الواي اكس عندي دبل اكسس، واحد للكرنت والتاني مين للفولتج. واحد للكرنت اهو والتاني للفولتج. رسمت الخط ده اهو ورسمت الكيرف ده. حد عنده مشكله يا جماعه؟ حد عنده مشكله في المعلومه اللي فاتت دي؟ ان انا عندي اوبن سيركت كاركترستيك وقطع الرسم، والشورت سيركت كاركترستيك وقطع الرسم، فيها مشكله؟ باشمهندسين؟ اه تمام يا دكتور. تمام. ليه انا دخلت في الاكزامبل ده؟ عشان تفهم، عشان انا هراجع من الاول دلوقتي بعد ما اشرح الاكزامبل ده، هراجع من الاول، فالرؤيه هتوضح لك تاني. يعني دايما الارقام بتبقى يعني حاجه قريبه جدا من ذهنك. لما نرجع نقول المعلومه بقى فيزيائيه بقى في حاجه عمليه، هتلاقي المعلومه واصله لك 100%. طيب رحت هنا
مدين الفولتج هنا طبعا الفولت ريتنج اللي هو الفولت ريتنج دايما ده يا جماعه يعني لما يجيني جنريتور او موتور ومكتوب عليه 220 فولت موتور او جنريتور مكتوب على النيم بليت بتاعته او على العظم بتاعه 220 فولت تعني ايه؟ تعني المفروض عند التحميل تقيس الفولت بتاعك ما يقلش عن 220 يعني طبعا بيقل 5 فولت بس خليك احسن حاله عندك 220 فولت يديك احسن ريسبونس عندك عند ال 220 ده اثناء التحميل. فروحت عندي هنا عملت ايه؟ روحت قلت الفول لود فيز فولتج. بص يا جماعه ركزوا معايا في المعلومه اللي قلتها دي. لما يكون عندك جنريتور او موتور ومكتوب عليه 220 فولت ده معنى ايه؟ اثناء التحميل اثناء ما انت محمله الموتور ده ممكن موتور بيقلب مثلا في ميه، موتور بيرفع ميه، موتور بيسحب ميه، موتور على بيحرك سير، موتور شغال في مترو، اي موتور ايا كان المفروض اثناء التحميل اثناء ما هو شغال وبيحرك الحمل بتاعه لازم اقيس الفولت اللي عليه الاقي 220. تمام؟ دي كلمه فول لود فيز فولت. كلمه فول لود دي معناها اثناء التحميل بتاع الموتور او الجنريتور ده الفولت بتاعك قد ايه. فدايما النيم بليت اللي هي دي اهي 1000 كيلو فولت امبير، 2000 فولتج، 50 هرتز، ده الموجود على النيم بليت بتاع الجنريتور اللي قدامك ده. هو السعه بتاعته 1000 كيلو فولت امبير، 2000 فولت. 2000 فولت معناها ايه؟ اقسمه على جهاز 3 طبعا. فال 2000 فولت لما اقسمه على جهاز 3 يديني 1155. يبقى لما اجيب الافو واقيس الفولت على الجنريتور وانا محمله، تحميل الجنريتور يا جماعه خلي بالكم يختلف عن تحميل الموتور. بمعنى ايه؟ سواء الموتور او الجنريتور لو حملته فوق طاقته بيتحرق. طب ايه تحميل الجنريتور؟ الجنريتور طالع منه اطراف كهرباء. فلما احمله بلمبه مثلا، شغلت عليه لمبه واحده بس، فاللمبه دي سحبت 5 امبير، يبقى ده اول حمل. رحت حملته بلمبه ثانيه اللي جنبها فسحب منه 10 امبير، يبقى انا زودت الحمل. رحت حملته بلمبه ثالثه رابعه خمسه 10 لقيته سحب 100 امبير. عند ال 110 امبير اتحرق. فكل ما بزود الحمل الكهربي عليه، كل ما زود اللود عليه يعني، الفولت بتاعه يقل والتار يزيد. الفولت يقل حاجه بسيطه والتار يزيد. تمام؟ لحد ما يوصل للفول لود كارنت وبعدها يتحرق على طول. ده الحمل بتاع الجنريتور، حمل كهربي. طب ايه هو حمل الموتور؟ حمل الموتور لو انت في اسانسير مثلا، واحد بس ركب الاسانسير والموتور اشتغل فطلع الاسانسير فوق مثلا، فده الامبير عندي هنا مسحوب مثلا وليكن 3 امبير. لو 2 ركبوا الاسانسير يبقى الحمل زاد. لو 4 ركبوا الاسانسير، لو 5 ركبوا الاسانسير، الموتور نفسه لو ما عليهوش دايره كنترول ويفصل هتلاقيه بيحرك الخمسه سته دول في الاسانسير بصعوبه جدا، والتيار بتاعه يزيد قوي. التورك زاد فالتيار زاد. اي علاقه التورك يزيد في اي موتور التيار بيزيد على طول. اول ما التيار يزيد طب الاسلاك اللي جوه مش هتستحمل، الموتور يتحرق على طول. او بمعنى صح، لو عندك انت موتور والموتور ده الوضع بتاعه راسي في خزان ميه، خزان فاضي سيبك من الميه، والموتور ده راكب على الشافت بتاعه مراوح، ريش مروحه، رحت خليت الخزان فاضي ورحت شغلت الموتور. دلوقتي الموتور يا جماعه بشكل راسي في الخزان، فرحت شغلت الموتور الاقي الموتور بيسحب 3 امبير بس مثلا بالارقام يعني. رحت مليت الخزان ده ميه، مليته ميه وخليت الموتور ده يقلب في الميه دي بالريش بالريش المروحه بتاعته، فلاقي التيار من 3 امبير وصل ل 10 امبير. ليه؟ عشان الحمل زاد. الحمل ايه؟ الحمل زاد. رحت شفطت الميه دي كلها وحطيت مكانها زيت، الاقي الموتور بيسحب 100 امبير عشان مش قادر يقلب في الزيت، بيقلب بصعوبه. فده التدريج بتاع الحمل الميكانيكي بتاع الموتور. طب الموتور سحب 100 امبير، الاسلاك اللي جوه تتحمل 100 امبير؟ لو ما اتحملتش يبقى اتحرق. يبقى مع زياده الحمل الاقي التيار هنا ايه؟ حرق لي الايه؟ الموتور. نفس الكلام في الجنريتور،
انا بزود حمل كهربي، بزود لمبه ثم لمبه، بزود حمل لود لود لحد اللمبه تسحب خمسة، دي خمسة خمسة خمسة. طب ما الاسلاك اللي جوه بتاعت الجنريتور دي ما تتحملش، ممكن الجنريتور قد كده اروح اشغل بيه مبنى كامل، فمش الاسلاك اللي جوه ما تتحملش، اخرها 50 امبير وانت ساحب منه 100 يبقى اتحرق. يبقى سواء الحمل الكهربي على الجنريتور او الحمل الميكانيكي على الموتور، في كلا الاحوال بيحرقوا دول لو زاد على الحمل بتاعه، زاد على اللود بتاعه. فلما اجي اقول لك النيم بليت بتاعتي مكتوب عليها 200 فولت، معناها اثناء التشغيل بتاعك لازم تقيس الفولتج، يستحسن يستحسن انه ما يقلش عن 2000 فولت، ده لو لاين يعني، او اقسمه على اجهزه ثلاثه واقول المفروض الافو يقيس لي 1155 فولتج اثناء التحميل، عشان كده سميته فول لود فيز فولتج، فول لود يعني الدنيا متحمله عنده. طب الفول لود كارنت معروف من اسمه، فول لود كارنت معناه التيار المسحوب اثناء الحمل العادي، الحمل الريتنج المصمم عليه الموتور او الجنريتور ده. فبقسم الكيلو فولت امبير، دي غلطه يا جماعه، دي غلطه، دي المفروض الرقم ده يبقى هنا، ال 1155 يبقى هنا، ال 1155 تبقى هنا، بس المرجع غلطان فيها الحته دي. ماشي، هو اشتغل على نفس الغلطه وطلع الاي ايه لود، طلع الاي مين يا جماعه؟ الاي لود بالشكل ده. محاضره النهارده يا جماعه مهمه جدا، محاضره النهارده مهمه جدا، سواء عملي او نظري او امتحان او اسئله، محاضره النهارده مهمه جدا. طيب جبت الفي في الفول لود وجبت الاي في الفول لود، جبت الفي في الفول لود وجبت الاي في الفول لود، اركنهم خالص. طب في المساله هنا لو قريت المساله اداني الارميتشر افكتيف ريزيستنس بير فيز 2 من 10 اوم، ما ادانيش الرياكتنس، ما ادانيش مين يا جماعه؟ الرياكتنس. طالما ما ادتكش الرياكتنس ما تحطهاش في الحسبان خالص، كانها مش موجوده. وهو كاتب لك هنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك نيجلكتنج الليكج رياكتنس سينس نوت جيفن، هي مش مديها لك، فاهملها. فاصبحت الاي عباره عن في زائد اي ار مش اي زد، جبت الاي اهي بزاويتها، الزاويه دي احنا قلنا هي الباور انجل لو فاكرين، هي الدلتا. قلت لكم يا جماعه اهم زاويه في الجنريتور هي الباور انجل، اهم زاويه في الجنريتور هي الباور مين؟ الباور انجل. لحد دلوقتي ما تعرضناش للكيرف ولا عمل يعني دوك، احنا رسمنا، هل استعنا بالكيرف ده اللي رسمناه؟ لحد دلوقتي لا، احنا رسمنا الكيرف وعملنا حسابات عاديه جدا. ايه الحسابات دي؟ رحت حسبت الفي اوبن، الفي فول لود والاي فول لود، ورحت قلت عند ال 8 من 10 لاجنج باور فاكتور. هو الاسئله بتقول لي هنا، بيقول لي درو الكاركترستيك بتاعت الكيرف اند ديترماين الفول لود برسنتج للريجوليشن، عايز الفولتج ريجوليشن عن 8 من 10 باور فاكتور لاجنج، عن 8 من 10 باور فاكتور ليدنج، وعن وارسم الاير فيزو دايجرام. تمام، يبقى هو عايز الفولتج ريجوليشن عن 8 من 10 لاج وعن 8 من 10 ليج. رسمت الرسمه اللي قال لي عليها، اول حاجه ادرو الكاركترستيك كيرفس بتاع الاوبن سيركت والشورت سيركت، رسمتهم. وبعدين حسبت الحسابات دي اهي، الفي في حاله الفول لود والاي في حاله مين؟ في حاله الفول لود، دول اساسيين. ورحت قلت له ايه؟ قلت له عند ال 8 من 10 لاجنج، عند ال 8 من 10 لاج انا ما ذكرتش الرياكتنس مهمله، قلت الاي بتساوي في زائد الاي ار لاجنج ماينس اللاجنج ماينس اهي كوزاي ماينس 1 8 من 10 في 2 من 10 جبت الفي وجبت الزاويه بتاعت الاي والزاويه بتاعت. طيب جبت الاي بكام؟ 1201.7 من 10. فجيت قلت ايه؟ فروم الاوبن سيركت كاركترستيك عندي الفيلد كارنت ريكواير تو بروديوس الفولتج ال 1201.7 من 10 ايكوال 32 امبير. رحت مسكت الرقم ده اهو وطلعت فوق اهو 1201، جبت منه الفيلد كارنت اهو طلع 32 امبير اهي، 32 امبير. ده اسمه الاي اف 1 لو انتوا فاكرين من شويه، ده اسمه الاي اف مين؟ الاي اف 1 اللي عنده الاوبن سيركت فولتج وزاويه الارميتشر رياكشن. تمام، ده الاي اف 1. يبقى بعد ما حسبت الاي رحت حسبت الاي اف 1،
طب الاي اف واحد ده اللي هو ال 32 امبير زاويته قد ايه؟ قال لي زاويته عباره عن ايه الاي اف واحد من الفيزو دايجرام اهو. الاي اف واحد اهو الاي اف واحد اهو الفيزو دايجرام ده خدناه الاسبوع اللي فات. الفيزو دايجرام ده خدناه الاسبوع اللي فات. دي كانت اي اف واحد اي اف اي اف 2 اي اف واحد او فاي ارميتشر رياكشن مع الفاي مع الفاي. الفاي احنا قلنا هو هو الاي لو تفتكروا. جبت الاي اف واحد 32 امبير وجبت الزاويه بتاعته يبقى الاي اف واحد 90 ناقص 1.6 ادتني كام؟ 88.35. ادي الاي اف واحد اهو عمودي على الاي عمودي على الاي وبينه وبين ده 90 درجه يبقى زاويته اطرح منها مين؟ الدلتا الصغيره دي. هو كاتبها سيتا هنا بس هي دلتا هي دلتا مش سيتا الدلتا دي. فاصبحت زاويه الاي اف واحد 88.5 88.3. طب اجيب الاي اف 2 ازاي؟ طب ما انت عندك الريتنج كارنت. فين الريتنج كارنت؟ عندي اهو 288.7 288.7 اهي نزلت جبت الاي اف 2. الاي اف مين يا جماعه؟ بالخط ده اهو 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 الاي اف 2 طلع بكام؟ ب 29 امبير. الاي اف 2 اهو الاي اف 2 زاويته عباره عن ايه؟ لو خدت خط كده موازي للفي هتلاقيها بتساوي كام؟ 36 من الفاي هتلاقيها زاويته 180 ناقص فاي. يبقى دي زاويه مين؟ الاي اف 2. الاي اف 1 زائد الاي اف 2 اداني التوتال اي اف. اداني التوتال مين؟ اي اف. جبت الاي اف اهي 54.18 من الاي اف اهو الاي اف اهو هطلع اجيب مين؟ اجيب مين؟ الاي. هطلع اجيب الاي اهو الاي اف اهو بيقول لي الفروم الاوبن سيركت كاركترستيك الاوبن سيركت فيز فولتج كورسبوندنج للاي اف ده 1555. يبقى 1555 ناقص 1155 على 1155 يديني الفولتج ريجوليشن في حاله مين؟ اللاج. في حاله مين؟ اللي نفس الخطوات بالظبط هعملها في الليد اهي نفس الجزئيه دي اهي نفس الخطوات بالظبط تعملها في الليد. طلع الفولتج ريجوليشن بيساوي ماينس 3 وايه و3 تمام. في مشكله؟ يبقى ده بالنسبه لمين؟ بالنسبه يبقى انت نرجع تاني من الاول خالص بقى نرجع تاني من الاول بعد ما شرحنا المساله بالارقام نرجع من الاول. الامبير تيرن ميثود دي عباره عن ايه؟ عباره عن تو فيلد كارنت اي اف 1 واي اف 2 مجموعهم على بعض يديني الاي اف حيث الاي اف 1 الاوبن سيركت فولتج. الاي اف 1 اهو بيديني الاوبن سيركت فولتج وزاويه الارميتشر رياكشن وزاويه الارميتشر رياكشن. الاي اف 2 بيجي من الريتنج كارنت بيجي من الريتنج كارنت اهو. نرجع المساله تاني اهو اهو نرجع المساله تاني. بص يا باشمهندسين اهو اهو انا جبت هنا الاوبن سيركت اللود كارنت 288.7 جبت منها الاي اف 2 اهو بيقول لي فروم شورت سيركت فيلد كارنت ريكوايرد تو بريديوس الفول لود كارنت 288.7 ايكوال 29 امبير. جت من فين 29 امبير دي؟ جت من هنا اهو ال 200 ال 288.7 اهو اهو نزلت جبتها 29 امبير. يبقى دي الاي اف 2. طب الاي اف 1 الاي اف 1 بعد ما جبت الاي وزاويه الارميتشر رياكشن جبت الاي اهي الاي بكام؟ 1201.7 جبت منها الاي اف 1. جبته ازاي؟ فين ال 1201؟ نزلت جبت الاي اف 1. اي اف 1 لقيمه وزاويه، اي اف 2 لقيمه وزاويه، اجمعهم مع بعض هما الاثنين يديني الاي اف توتال. الاي اف توتال اللي هو على الخط ده اهو، اطلع على الكيرف، اطلع على الكيرف عندي اجيب مين؟ اجيب مين؟ الاي اف توتال اجيب الفي اوبن سيركت. من الفي اوبن سيركت اتفضل يا هندسه. هو الاي لاين الالف اللي هي في الكيلو فولت امبير ليه غلط يا دكتور؟ ايه؟ في الف مضروبه في الاي لاين. مضروبه في الكيلو فولت امبير. فين دي؟ دي؟ ليه غلط؟
هو هنا هو في المسألة أساسا مديني الكيلو فولت أمبير بألف كيلو فولت أمبير، يعني هو ضرب في 10 أس 3 تقريبا. تاني هندسة كده، يعني في معطيات المسألة دكتور مديني الإس بألف كيلو فولت أمبير، تمام. فهو ضرب في 10 أس 3 مش أكتر. هنا في الخطوة اللي بعديها بقى اللي تحت، دي حط الألف وضرب في 10 أس 3. ضرب في 1000 يعني؟ اه ده الرقم ده صح؟ اه طب خلاص اعتبره صح. تمام. هو ال 1100 1100 يبقى الغلطة في مسألة تانية. ال 1155 خد ال 2000 زي ما هي هنا صح؟ ال 2000 فين عندك؟ ال 2000 دي صح كده؟ خدها كلاين فضرب في جذر 3، فال 1000 دي كقيمة مش هي الفيز فولتج. كلامك صح هندسه، يبقى الالف دي هي الريتنج فولتج بالامبير، يبقى عشان كيلو فولت امبير، عشان حسب الطريقه هنا بالامبير، يبقى الرقم ده صح خلاص مش مشكله. كانت في مساله تانية غير دي، ما هو يمكن نازله عندك في الشيت، نازله عندك في الشيت. هو يا دكتور اصلا مش مفروض عمل ريبليسنج للفولتج فاليو بالالف دي برضو. اتفضل هندسه اللي عايز اسال. المفروض وانا بحسب الاي هنا لو التوصيله دي مثلا ستار، فانا كده المفروض احط قيمه الفي فيز، يعني احط ال 1155. لا 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 هندسه، لا لا، سواء ستار او بص هندسه، سواء ستار او دلتا الاثنين، سواء ستار او دلتا الاثنين بتقول جذر 3 في لاين اي لاين. ليه؟ عشان الفي لاين في الستار فيها جذر 3 والاي لاين في الدلتا في جذر 3، فدايما بتقول جذر 3 في لاين اي لاين او 3 في فيز اي فيز. ايوه تمام تمام يا دكتور. تمام. حد لي سؤال يا جماعه في الجزئيه دي؟ يبقى عند الاي اف 1 عند الاي اف 2 جبت الاي اف ومنها جبت الايه التوتال فولتج عندي اللي هو الاوبن سيركت فولتج، ومنه جبت الفولتج ريجوليشن. حد لي اي سؤال يا جماعه في المساله دي او في الموضوع عموما؟ حد لي اي سؤال في الموضوع ده عموما؟ عايز اسال سؤال. طيب انت طب ايه؟ حد لي سؤال يا باشمهندسين؟ طب اسال انا. طيب اسالكم انا. طيب الزاويه دي جت من فين؟ زاويه الاي اف 1 جت من فين؟ 88.35. طلع انتوا مش عايزين تسالوا. الزاويه دي جت من فين؟ حد جاوبنا يا باشمهندسين؟ الزاوية دي جت من فين؟ طب سيبك من الزاوية دي. الاي اف 2 الاي اف 2 اهو الاي اف 2 180 ناقص فاي 180 ناقص الزاوية دي. ليه زاويته ب 143؟ ليه زاويته بعد ما جبته 28 ليه حطيت له زاوية 143؟ ابشن سين. مش عارفين يا دكتور. بص يا ابشن سين، تعال بص على الفيزيو دياجرام. لو انت رجعت، لو انت مذاكر الارميتشر رياكشن، هتلاقي انه الاي اف ده، الاي اف واحد ده عمودي على الاي. عمودي على مين؟ على الاي. الزاوية دي دلتا،
زود دلتا، فدي 90 ناقص دلتا. اي اف واحد دايما زاويته 90 ناقص دلتا، دي كده من هنا لحد هنا 90. طب الزاويه الباقيه دي، الزاويه دي اهي، الزاويه دي اهي لحد هنا بس، لحد الفي بس، هطرح منها الزاويه دي، هو كاتبها سيتا المفروض دلتا، يبقى اهي عندك اهي 90 ناقص دلتا. فين الدلتا اللي هي دي؟ الدلتا دي زاويه مين؟ زاويه الاي. اتفهمت اي اف واحد؟ تمام يا دكتور. اي اف اتنين بقى، الاي اف اتنين، الاي اف اتنين، الاي اف اتنين، لو انت خدت خط اهو مستقيم موازي للفي، موازي لمين؟ للفي، خط مستقيم كده موازي مين؟ للفي، هتلاقي الاي اف اتنين هو زاويته دي، زاويه الفاي، يعني الاي اف 2 موازي للاي، موازي للاي، الاي اف 2 ده موازي للاي. فلو انت خدت خط كده عباره عن ايه، 180 كلها ناقص الزاويه دي اللي هي فاي برضو، الزاويه لو خدت خط كده اهو، خط كده اهو، الزاويه دي هي نفس الزاويه دي، الزاويه دي اهي، الجزء ده اهو، الزاويه دي هي نفس الزاويه دي، يبقى زاويه اي اف 2 كلها دي عباره عن ايه؟ الزاويه دي كلها عباره عن ايه؟ اهي الزاويه دي اهي اللي بشاور عليها بالماوس دي، عباره عن ايه؟ عباره عن 180 ناقص فاي. يبقى الاي اف 2 موازي للاي، فالزاويه دي فاي والزاويه دي فاي، اهي الجزء ده فاي اهو، فالزاويه دي كلها من اول الخط اللي انت مديته ده هنا، الزاويه دي كلها 180 ناقص فاي. اتفهمت اي اف 2؟ اتف... 180 ناقص فاي. معلش يا دكتور تاني كده ممكن؟ تاني، بص يا هندسه، شد خط بالمسطره كده على بعضيها اهي، عند نقطة الـ A دي شد خط بالمسطرة موازي للـ V أهو، الزاوية دي اللي بيميل بيها اي اف 2، الزاوية دي هي نفس الفاي دي بالظبط، هي نفس الفاي، الزاوية دي أهي هي نفس الفاي. فالزاوية كلها بتاعت الـ اي اف 2 بقيسها إزاي؟ بقيسها من الخط ده اللي بشاور عليه بالماوس ده اللي مش موجود قدامك، الخط ده، فالزاوية دي كلها أهي، الزاوية دي كلها عباره عن 180 ناقص فاي. تمام. هتسالوني في المحاضره ولا اسال تاني؟ دكتور اتفضل. اللي هي نفسها ماينس فاي يعني ايه؟ اي اف 2 اللي هي نفسها ماينس فاي 180 ناقص فاي. هي نفسها اللي هي ماينس فاي على طول برضه، اللي هي ماينس فاي على طول. حد له سؤال يا شمسين؟ المسألة دي بقى، المسألة كده بخطي دي، المسألة دي فيها فكرة، مديك الأمبير تيرنز مع التيرمينال فولتج، الأمبير تيرنز مع التيرمينال فولتج، الأمبير تيرنز كان 2000 3000 3500 لحد ما وصل 8000. طيب انت هتعمل ايه؟ انا عايز ارسم الكيرف وعايز ارسم الخط ده، فكر في المساله دي، هسيب اكزامبل محلول قدامك فكر فيه، هخلي المعيدين يشرح لكم في السكشن عشان وقت المحاضره والدكتور عطيه عندكم بعد دي على طول. المساله دي مهمه جدا، مديك الامبير تيرنز مش مديك هتستنتج منه الخط ده، هستنتج هجيب النقطه دي
هجيب النقطة دي مع الصفر رسمت الخط بتاع الشورت سيركت، والخط ده كده كده عندي من الاوبن سيركت تيست اللي هو ده اهو النقط دي تمام. نفس لو رسمت الكيرف ده هي نفس المسألة بالظبط، هي نفس المسألة بالظبط اللي حلناها من شوية، هجيب الفولتج ريجوليشن عادي جدا، بس الفكرة بتاعت المسألة دي ازاي ارسم الخط بتاع الشورت سيركت وازاي ارسم الاوبن سيركت كاركترز، دي الفكرة الوحيدة. من الاسبوع الجاي الدكتور بهي هيدخل لكم ان شاء الله، دي كانت ليه هيدخل لكم بداية من السينكرونس موتور. المواضيع اللي احنا تداولناها، المواضيع اللي احنا تداولناها بداية من الوايندينج والوايندينج كوفيشنت والإكوفلنت سيركت، مرورا ب الباور فلو دايجرام، مرورا ب محاضرة النهاردة التست سواء الدايركت تيست او الاندايركت تيست. دي المواضيع اللي احنا شرحناها في السينكرونس جنريتور بداية من الفورسز والوايندينج والإكوفلنت سيركت، نهاية بالتست الدايركت والاندايركت. من الاسبوع الجاي ان شاء الله باذن الله المحاضرة قبل الميدتيرم، والمحاضرة اللي قبل الميدتيرم دي جاي منها في الميدتيرم، ممكن يجي لك منها نقطة او اتنين المحاضرة الاسبوع الجاي سواء الدكتور بهي او اي حد او انا، هيجي منها نقطة او اتنين في الميدتيرم، فكله برضو يركز في المحاضرة اللي جاي. نعم فكده الجزء بتاع عندك سبع ملازم، ده الجزء بتاع السينكرونس جنريتور سواء الإكوفلنت سيركت سواء الباور فلو سواء التست. قبلهم خدنا الوايندينج وكيفية ان احنا نلف الاستيتور، وخدنا الكوفيشنز بتاعت البيتش فاكتور والديستريبيوشن فاكتور تمام، والدبل لاير والسنجل لاير، لحد ما وصلنا للتست. ده الجزء اللي يخص السينكرونس جنريتور، تيست لايجاد الفولتج ريجوليشن، الكوفرنس سيركت علشان احسب الباور فلو، الوايندنج والوايندنج كوفيشنت عشان اعرف خطوه اللف عندي، واول حاجه بداناها بالفورسز وازاي تتولد الفورسز في الثري فيز ايه اي سي ماشين. الاسبوع اللي جاي بدايه السينكرونس، بداية احنا كل اللي فات ده كان السالينت بول، كل اللي فات ده النان سالينت بول، اللي فات ده كله كان النان سالينت بول. الدكتور بقى هيدخل هيشرح جزء السالينت بتاع جنريتور، واحنا قلنا السالينت بنستخدمه في الهاي دام ليه؟ البولز بتاعته كتيرة جدا عشان سرعة الروتر قليلة، فبيعوض سرعة الروتر قليلة بأقطاب كتيرة عشان يحافظ على نفس الفريكونسي. فالدكتور بقى هيشرح جزء بتاع السالينت هيخلصه ويدخل في السينكرونس موتور، هو السينكرونس جنريتور بالظبط، مفيش اختلاف خالص، لا ايكوفلنت سيركت مختلفه ولا باور فلو مختلف، غير انه بدل ما الباور داخله خارجه بس، نفس الايكوفلنت سيركت نفس الباور فلو، بس بدل ما داخل له الكتريكال، بدل ما داخل له ميكانيكال في جنريتور يدخل له الكتريكال في الموتور، ونفس الايكوفلنت سيركت نفس الارميتشر رياكشن نفس كل حاجه، الاختلاف بس في السالينت. في السالينت الاكس عندك هتختلف عشان هتبقى المساحات الموجوده في الاستيتور مختلفه، عشان الاقطاب البارزه هتلاقي في اكس مختلف عن اكس. فالاسبوع الجاي ان شاء الله الدكتور بقى هيدخل لكم في السالينت بول سينكرونس جنريتور، بعدها بعد الميدتيرم هيدخل في السينكرونس موتور، ويبقى انت كده اخذت كورس الى حد ما كويس عن السينكرونس ماشين سواء موتور او ايه او جنريتور. الترم الثاني ان شاء الله هنبدا في مين؟ في الاندكشن. حد لاي سؤال يا جماعه؟ حد لاي سؤال؟ دكتور اتفضل يا حبيبي. هو يعني هو بعيدا عن المنهج، بس في حضرتك محاضرات ما نزلتش، هنزلهم دلوقتي هندسه، هنزل الملزمتين دلوقتي، الملازم النص هنزلها دلوقتي، وهنزل الشيتس على الاي ليرنينج برضه، هنزل الشيت بتاع الباور فلو والشيت بتاع التست
والشيت بتاع الوايندنج التلاتة شيت دول يخصون انا هنزلهم على الاي ليرنينج بحد اقصى النهارده او بكره بالكتير عشان تبقى انت عندك المسائل الاسبوع الجاي تسال فيها المعيدين او تسالني عشان يبقى عندك الميدترم سبع ملازم زائد الشيتس سبع ملازم هتسال في الام سي كيو عادي جدا فيهم زائد الشيت ثلاثة شيت مع السبع ملازم طب يا دكتور نعم بعد اذنك المحاضره اللي فاتت سجلت ولا دي